بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السليلوز. طبعا يتكون السليلوز من جزيئات عديدة جدا، من سكر الجلوكوز وهو معقد التركيب، قد يصل عدد الوحدات المكونة له إلى 2000 جزء أو أكثر. هذا هو أحد أوجه الاختلاف بينه وبين النشا والجلوكوجين، كما يختلف أيضا بالرابطة التي تربط بين الجزيئيات بعضها البعض، وهو مكون أساسي لجدار الخلية النباتية. كلنا نعرف هذا الشيء، حيث يعطيها قوة ومتانة. والإنسان لا يستفيد من السليلوز كمادة، يعني كمادة غذائية نفسها، لكنها يعتبر بوجه عام منشط للجهاز الهضمي. أما بالنسبة للحيوانات المجترة فالسليلوز يعتبر غذاء جيد لها، يعني حيث يتم هضمه في الكرش عن طريق الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا وغيرها، كما يتم هضمه أيضا في الأعوار في بعض الحيوانات الأخرى. أيضا هذه أهميته لأنه مهم جدا السليلوز في الحيوانات والنباتات. أما الإنسان يعني بس يساعده في هضم في الجهاز الهضمي مثل ما تكلمنا سابقا. أتمنى أنكم الحين فهمتوا أهمية السليلوز من الناحية النباتية ومن الناحية الحيوانية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن الدرس القادم عن الكايتن